استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين سعادة الفريق أول زبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017. وخلال اللقاء رحب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، مشيدا معالي بعمق العلاقات القائمة بين البلدين وما وصلت إليه من تطور ونماء خاصة في مجال التعاون العسكري، متمنيا معالي للضيف طيب الإقامة في مملكة البحرين.